جميل. اتهامه للبخاري ومسلم يقول ترك إخراج أنه يصادم رأيهما. البخاري ومسلم زين، ما الذي يمنعهما من ترك جميع الأحاديث في فضائل علي؟ هذا أعطيك مثال فقط. شوف في الصحيحين فضائل علي، من فضل علي في صحيح البخاري 7 أحاديث. جميل. زين، وفي صحيح مسلم 6 أحاديث في فضائل علي رضي الله عنه. زين، في فضل فاطمة في البخاري 4 أحاديث، في مسلم حديثان. في فضل الحسن والحسين في البخاري 8 أحاديث، وفي مسلم 3 أحاديث. في فضل أهل البيت عموما زين في البخاري ومسلم، عدا ما رواياه في فضل جعفر والعباس وابن العباس وغيرهم. كيف يقول بعد ذلك يعني لم يرويا فضائل، ما يحبون يخرجون فضائل علي؟ صحيح. شوف من إنصاف أهل السنة، أختم بها حديثي هذا، معنا وقت ممتاز. فمن إنصاف أهل السنة، شوف هو يقول البخاري ما يحب يخرج فضائل علي، وكذلك مسلم ما يحب يخرج فضائل علي، وعشان تي ما أخرجوا. طيب ليش أخرجوا حديث والذي فلق الحب وبرأ الناس منه لا يحب لا ولا يبغض إلا منافق؟ هذا في مسلم. زين، من أخرج حديث لا أدفعن الراية غدا رجل يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله في الصحيحين؟ من أخرجه؟ البخاري ومسلم. طيب من أخرج حديث أنت مني مزيت هارون من موسى إلا أنه لم يبعث؟ في البخاري ومسلم. ليش ما تركها البخاري ومسلم؟ ما يدك على صدق أهل السنة وحب أهل السنة لعي، بينما كذب هؤلاء وتدليسهم على البخاري وتدليسهم على مسلم. شوف من إنصاف أهل السنة. هم يقول أن البخاري ما يحبون علي بن طالب، من يحبون؟ يحبون معاوية، ولا حديث في فضل معاوية في البخاري. ليش لم يذكر البخاري حديث فضل معاوية؟ ليش؟ ما يقدر يألف؟ ما يقدر يكذب؟ ليش ما كذب في فضل معاوية؟ لماذا لم يخرج ولا حديثا واحد في فضل معاوية؟ يقولون البخاري أموي. طيب لماذا لم يخرج حديث فضل معاوية؟ دليل إنصاف أهل السنة سنت. ومحبة أهل السنة لآل البيت، ومحبة أهل السنة لمعاوية. هل نحب معاوية ولا نخجل من ذلك؟ ونحب عليا، ونحب فاطمة، ونحب عمر، ونحب عائشة، نحب أصحاب النبي كلهم، بينما أولئك لا يحبون إلا من يوافق أهواءهم.